السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع البرومت ده بقى حاجة مهمة جدا، بقى في حاجة اسمها برومت انجينير، ان انت تقدر تكتب برومت او تطلب من الذكاء الاصطناعي طلب يجيب لك مثلا حاجة اقوى من اللي كتبتها بشكل تلقائي او بشكل عادي. يعني ممكن مثلا تكتب، مثلا تقول له انا عايز مقالة عن مصر مثلا وتسكت، وممكن واحد يكتب بقى مقالة انا عايز مقالة عن السياحة لمصر واشجع الناس انها تيجي مصر نظهر الجمال بتاع مصر والحاجات دي كلها، فتطلع مقال اروع بكتير من الاولانيه. او مثلا بدل ما تقول له صوره انا عايز صوره البيت، تقول له انا عايز صوره البيت تكون موجوده مثلا في الريف المصري ويكون التصميم بتاعها كذا وكذا، فيديك حاجه رهيبه. ففي شويه مواقع بتديك امكانيه ان هي تعمل لك حاجه احترافيه، بتبقى حاجه جاهزه كده احترافيه. اول ما تديها بقى للشات جي بي تي، سواء لو انت عايز تكست مثلا بيديك حاجه جميله، او ممكن تروح مثلا الموقع للصور فيديك برضو اتجاه الواو. ده مثلا من ضمن المواقع برومت فاين، ده بيديك برومت جاهز للشات جي بي تي، هي مكتبه كبيره جدا على احسن البرومت اللي موجود. مثلا خلينا ندخل مثلا في الادوكيشنال، بتلاقي حاجات جاهزه بالشكل دوت، تمام. يعني من ضمن الحاجات اقول له ايه، اكتب لي كانك مثلا راجل اثار، او ان انت راجل مرشد سياحي، او ان انت مثلا مرشد ليا، قول لي ازاي ان انا اتعلم الذكاء الاصطناعي. فشايف ده البرومت اللي هتديه الذكاء الاصطناعي، فبيجي لك ناتج جميل جدا. يعني خلينا مثلا ناخد كده كوبي ونروح لشات جي بي تي او اي موقع تاني. خلينا مثلا نروح لبارت، او تروح لبينج، او تروح اي حاجة انت عايزها، ماشي، اللي هي بيديك زي شات كده تتكلم مع الذكاء الاصطناعي، فمجرد ان انت تكتب بيبدأ بقى ايه، يجيب لك حاجة احترافية. ممكن مثلا انا عايز برومت اعلان عن الشركة بتاعتي مثلا، بص ده ناتج اهو بشكل حلو ومنظم وبشكل جميل جدا. في بعد كده شات برومت جينيوس، ده يخليك تاخد برومت برضو قوي تقدر تستخدمه في شات جي بي تي او برضو او اي حاجه تانية، تمام. هتيجي تقول له جيت ستارت ناو، وتقول له ممكن تتكلم مع الاي اي بتاعهم، او ممكن تختار شخصيه من الشخصيات اللي انت ممكن تتكلم معاها. انا عايز مثلا البرومت جينيوس، او خلينا نختار دوت مثلا، تمام. فتبدأ ان انت تقول له مثلا انا عايز برومت لمثلا حاجة قوية، مثلا عايز حاجة لدراسات الدكتوراه او رسالة الماجستير، فيبدأ يديك حاجة بشكل قوي. وممكن تروح للشات جي بي تي نفسه وتقول له، او برضه تقول له انا عايز برومت قوي، فهيديك هو حاجة كويسة. او انا ساعات استخدمتها اكتر مرة، ان انا اروح لبرضه اقول له انا عايز برومت عشان يرسم لي صورة كويسة لطفلة كرتونية، أو اكتب لي قصة وقسمها لي على كذا برومت ينفع يتحولوا لصور، فيبدأ إن هو يجيب لي البرومت اللي أنا عايزه. ممكن تقول له إيه، I need a new story for a boy in the first day in class in school. طيب تعال نشوف موقع تاني اسمه FAQ Prime، ده هتلاقي فيه مكتبة كبيرة جدا من البرومت جاهز. ممكن مثلا نشوف دوت، في حاجات كتيرة جاهزة تقدر إن أنت تنسخها وتروح لي. مثلا عايز تروح للبارد، عايز تروح للبنج، عايز تروح لأي واحد فيهم وتسأله السؤال دوت، فيبدأ يديك إجابة قوية إن شاء الله. طيب بعد كده هندخل على الموقع دوت arthub.ai، ده هيدخلك على مكتبة قوية جدا فيها صور كتيرة جدا تقدر إن أنت تستفاد منها. ممكن تقول له مثلا انا هشتغل على ستيبل ديفيجن، فيبدا يعمل لك فلتر للصور اللي موجوده.
ممكن تيجي هنا تدوس على برومت لايبراري وتقول له مثلا عايز الحاجات الخاصة بالاركتكتشر. طيب انا عجباني الصورة دي بس مش عارف اتعملت ازاي. اهو اول ما تقف على الصورة بيبدأ يجيب لك البرومت اللي استخدم فيها. تمام، تعال نشوف حاجة احترافية اكتر. او مثلا الراجل موضح الرياليستيك بتاع الصورة وشكل الصورة وكل حاجة. فدي من المواقع الممتازة جدا، تقدر تاخد البرومت ده وتروح مثلا على ليوناردو مثلا او ميد جورني او اي موقع من المواقع ديت، تنسخ البرومت دوت وتستخدمه هيشتغل معاك على طول. طيب تعالى نروح ليكسيا دوت ارت. ده تقريبا في اكتر من 10 مليون صورة من مثلا موقع زي ستيبل ديفيجن وميدجورني والحاجات دي كلها. اول ما تقف عليه يبدأ يجيب لك البرومت المستخدم، فتقدر تنسخ البرومت او تقول له انا عايز اوبن انت اديتور تعدل فيه اكسبلورز ستايل، كل الكلام دوت تقدر تعمله داونلود. عندي جزئين، عندي جزء للسيرش ان انا بدور على صور وليكن مثلا ايجيبت، وجنريت تبدأ تعمل انت صورة جديدة. بص دي كلها صور موجودة. فممكن مثلا خلينا نعمل حاجة سريعة كده، ان انا هاجي على الصورة ديت تنسخ البرومت سايز. تمام، هاخدها كده كوبي واقول له جنريت. النيجاتيف برومت لو انت عايز كلام معين ما بقاش موجود في الصورة، يعني مثلا انا مش عايز اطفال، مش عايز اي صور معينة، يبدأ ان هو شايف ويبدأ يطلع لك الصور بالشكل دوت. طيب ده بابليك برومتس، بتلاقي فيه برومتس كتيرة بالشكل دوت، أي واحد فيهم هتقف عليه هيبدأ يديك التكست اللي اتعمل. فده بيفيد إن الواحد يبدأ يتعلم طريقة كتابة البرومت، وتقدر تنسخه وتبدأ تستخدمه في أي مكان تاني مدام البرومت ده عجبك. بعد كده هنلاقي الموقع دوت هيساعدك في الكتابة بشكل أسرع، وتقدر إن أنت تختار مثلا حاجة معينة فهو يبدأ يساعدك فيها. خلينا نشوف مثلا AI Art Prompt Helper. لو أنت عايز حاجة خاصة بتكوين الصور فبيقول لك هنا اكتب الإيميل والباسورد. تمام، وابدأ اعمل لوج إن، وبعد كده تديله أي موضوع يبدأ يقترح عليك أفكار جديدة. عندنا برضو 3 مواقع بالعربي، والتلاتة نفس الفكرة والتلاتة ممتازين، وتقدر تجربهم وتشوف أنهي واحد فيهم اللي أنت مستريح. هنا مثلا AI عربي. تمام، فتقدر تلاقي حاجات خاصة بالبرومت، تلاقي حاجة خاصة بالعمل صور، يبدأ يديك أفكار. ممكن حتى تاخد الأساسية اللي هي مثلا الشات العادي أو مولد الفقرات أو عادة الكتابة، تبدأ إن أنت تسأله أنا عايز برومت تستخدمه في الصور او في الكلام مع الذكاء الاصطناعي زي ما بنعمل مع شات جي بي تي على طول. تمام، عندنا برضو موقع هنا اونس اي اي، في برضو حاجات كتير جدا زي ما انت شايف. خلينا نشوف في برومت. في كاستم برومت اهوت. تمام، تقدر ان انت خليه يعمل لك برومت سواء هتستخدمه في الجي بي تي او هتستخدمه في عمل الصور. وكذلك كاتب، تقدر ان انت تختار ان انت عايز تتكلم مع الشات، وتقدر ان انت بقى ساعتها تقول له انا عايز برومت بالانجليزي او بالعربي. فممكن تدخل على شات جي بي تي وبعد ما يديك مثلا البرومت لو انت عايز تستخدمه في الصور، ممكن تروح هنا للصور او تروح لاكتب وتقول له انا عندي برومت وعايز ان انا استخدمه. طيب خلينا نروح بعد كده لبرومت هيرو. الموقع ده يعني احسن واحد فيهم بصراحه يعني. تمام، بتقدر تعمل سيرش على الصور او التكست ويبدا ان هو يجيب لك ايه الكلمه اللي صورت عشان نخرج بالنتيجه ديت. مثلا ديت اهو حد مثلا كتب البرومت اهو. فلو عجبك الصوره تقدر تنسخها، تقدر تعدل فيها وهكذا. زائد ان انت تقدر تبيع وتشتري فيها، يعني هي معموله في جزء ان انت لو انت عايز تبيع او تشتري، حتى تلاقي هنا في ناس بتتوظف في الموضوع دوت، في ناس بتتوظف عشان تعمل ميد جورني جوبس او ستيبل ديفيجن جوبس او
سايد جوب. هو كل الفكره ان هم مركزين قوي على البرومت، ففي ناس كتيره بقى دخلها حلو جدا من البرومت انجينيرنج، ان هو عنده امكانيه ان هو يطلع صور جميله من الذكاء الصناعي، بيعصره لحد ما يطلع منه منتج قابل للبيع والشراء، حاجه مثلا زي كده، مثلا زي ده. وعندهم أكاديمية بيبدأ يعلمك البرومت ويعلمك ازاي تبيع وازاي تشتري كل حاجة. ممكن تقول له برو وتدفع فلوس، بس هيبقى عندك صلاحيات أعلى. يعني ممكن تعجبك صورة فأنا عايز الصورة دي، يقولك لأ ده دي بفلوس. أنا عاجبني في الموقع ده إن هو فيه أركتكتشر، فيه لاندسكيب، فيه انتريور ديزاين، فيه حاجات كتير جميلة. طيب تعالى بقى نشوف الموقع دوت، ميدجورني برومت هيلبر. الموقع ده متخصص في البرومت، تمام. فعلى سبيل المثال انا عايز صوره مثلا لايجيبت، مش مشكله، تخيل تروح ميدجورني وتقول له صوره لايجيبت، مش هيعرف يعمل لك حاجه. انما هنا ممكن تقول له بقى الاسبيكت ريشيو، احترم مثلا ان يبقى النسبه بين الطول والعرض كذا، انهي اصدار انا عايز 5.2، الكواليتي مثلا ديت، الستار سايز. طيب هنا التايل مثلا ريبيت، تبدأ بقى تقول له بعد كده الستايل، يجيب لك عشرات الستايل اللي انت تقدر تختار منه، مثلا دافنشي وحط معاه مثلا دوت، يحط لك الاتنين. ماشي، ده شكل البرومت اهو، بدل ده بقى ده. طيب ده انا عايز اللايت بتاعي يبقى مثلا ده وده مثلا، الكاميرا انا عايز مثلا الكاميرا بالشكل ده. وخلي بالك ان انت تقدر تتحكم انهي واحده فيهم اللي يكون التركيز عليها اكتر، تمام. هتلاقي حتى عمل كتابه بالشكل ده. طيب الماتيريال، انا عايز مثلا الماتيريال اللي هي سيراميك مثلا، فيبدا يعمل لك حاجه بالشكل الجميل دوت. تقدر تاخد البرومت وتروح لميدجورني او اي موقع من مواقع الصور ويديك حاجة احترافية زي ما انت عايز. طيب تعال نشوف حاجة كمان، الموقع برضه دوت برومت مانيا، برومت جنريتور. ماشي، تقدر تعمل برومت، تقدر تعمل جلاس بليتر بالشكل دوت. طيب خلينا نجرب البرومت بيلدر، بيقولك انت عايز تشتغل على موديل، انا عايز اشتغل مثلا على ستيبل ديفيجن. طيب يبدأ بقى يقولك ممكن تديني صورة وانا ابدأ اشتغل عليها، او عايز اني ديتيلز بقى، يبدأ يسألك على ديتيلز مثلا لاندسكيب، طب سام ديتيلز، عايز ارت مثلا ميديوم بالشكل ده، يبدأ يجيب لك حاجات كتيرة. طيب انا عايز تبدأ بقى تختار لايت مثلا، تطلع فوق بقى او تنزل تحت وتقول له كوبي ايه. طيب خلينا نيجي هنا مثلا، هتلاقي على ما لهم لك بالشكل ده، وتقدر تنسخهم او تقول له رام برومت ناو، فيبدا ان هو يدخلك على الموقع المتخصص تحويل البرومت لايمج، ويبدا يديك الصوره اللي هتطلع من خلال البرومت دوت. هو نسخ التكست، وانت بس عليك ان انت تعمل ران للبرومت بتاعك، او تاخد اي برنامج انت متعود عليه، تمام. دي صور انا عملتها قبل كده، برضو خليته هو يعمل برومت وخليته هو يطلع لي برضو الصور، فتطلع صور بالشكل ده. طيب خلينا بقى نروح لواحد تاني، ده برومت بيس، عنده قاعده بيانات جميله جدا، تقدر ان انت تختار منها البرومت اللي انت عايزه. هنا هو بيبيع هنا بفلوس، يعني بص هنا ده مثلا ب4 دولار، هو مش هيبيع البرومت اللي عمله ده مره واحده، ممكن 100 واحد تشتريه، لو حاجه حلوه ممكن تلاقي ناس كتيره عايزه تشتريه. فده ممكن تعمل عليه حساب وتبدا تبيع، تعمل الصوره وترفع الصوره وتقول اللي عايز البرومت ده بفلوس. يعني خلينا مثلا نشوف ديت، ماشي اهو، انا مش عارف اتعملت ازاي، تمام، بس عجباني وعايز اعمل واحده زيها. اعمل ايه؟ جيت برومت، اشتري البرومت دوت ب5 دولار، فانا ممكن اخليها مصدر للدخل، ان انا اعمل صور واحطها والبرومت بيبقى مخفي، واللي عايز البرومت دوت لازم يدفع فلوس عشان يحصل عليه.
بس لازم طبعا حاجه تكون احترافيه. طيب ده برومت ابس في حاجات كتير قوي بالشكل ده، فتبدا بقى تختار امتى عايز ايه بالظبط. برومت هتلاقي حاجات كتير خاصه بالادوكيشنال، هتلاقي حاجات خاصه بالكرييتيف رايتنج والبيرسونال. طيب خلينا نختار مثلا كرييتيف رايتنج، فممكن تقول له مثلا رايت اس ابلوجر، تمام. فهقول له مثلا اكتب لنا عن الاي اي، وتقدر تكتب بقى اي كلام تساعده، تمام، وتقول له سبميت، ماشي. هياخد بقى يديك حاجه سبيشال، هاو تو يوز اي اي، مش هيرد عليك لا هيديك برومت اللي تقدر تستخدمه في شات جي بي تي. يعني هو مش هيحل محل شات جي بي تي، هيتعامل معاه. بعد كده تقدر ان انت تنسخها او تقدر ان انت تبعتها على طول على شات جي بي تي. اتمنى الموقع دي تعجبكم ان شاء الله.